كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة ومساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.